كأن البيت قد تغير. نعم يا جماعة، جراني الأول حدث تحديث رهيب جدا. أي جراني، الموسيقى قد تغيرت. لاحظتم يا جماعة عندما اقتربت مني جراني الموسيقى قد تغيرت، حتى الأضواء في الغرف، انظر التفاصيل بدأت تظهر، كل شيء بدأ يظهر بوضوح. انظر يا إلهي، كل شيء بدأ يظهر ب... أه انتظر، الموسيقى مرعبة، وعندما تقترب إليك جراني أو تطاردك نعم يا أصدقاء، فإن الموسيقى قد تتغير. أهم شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، لم أقولها في البداية بل أقلتها الآن. إذا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة يا جماعة، أصدروا صوتا لكي تنزل جراني وبعد ذلك نراوغها. انظروا إليها، رأتني الكلبة، كنت دائما ما أفعل تلك الحركة وكانت تنجح معي، لماذا الآن هكذا؟ وشيء آخر نسيت أن أقول لكم يا أصدقاء، هل تذكرون أنجلينا؟ نعم أم سلاندرينا، نعم أنجلينا يا أصدقاء، قد عندما كانت في جراني واحد، كنا عندما نأخذ الكتاب ونضعه في مكان أنجلينا، كانت جراني يا أصدقائي حبستها في غرفة وكانت تظهر لنا وتسقط فقط، ولكن هذه المرة يقولون بأن في هذا تحت جراني أنجلينا أم سلندرينا تعود إلى الحياة وتزحف في الأرض بشكل مرعب. إذا هناك أشياء أصبحت أكثر رعب يا أصدقاء، جراني هذا التحديث مرعب كثيرا، الموسيقى مرعبة، وأيضا التفاصيل أصبحت أكثر وضوح وهذا جيد، ولكن الرعب يزداد. أنا حقا مع الألعاب التي تقوم بفعل تحديثات جديدة كل مرة. علينا نركب الشوت جان. كما كنت أقول، أنا مع الألعاب التي تفعل أو تقوم بفعل تحديثات كل مرة، هذا أمر جميل جدا، يعني أنك تلعب اللعبة مرة أخرى ولكن لن تلعب نفس اللعبة بل بتحديث جديد. كمثلا الألعاب، مجموعة من الألعاب حاليا بدأوا يعملون بريماستر يعني أو ريميك، يعني يقوم بفعل تعديل الجرافيك، تعديل الأشياء الأخرى، إضافة أشياء جديدة على نفس اللعبة، هذا يعطي للعبة أنها تجعلها لا تموت. وأخذ الشوت جان، جميل، خذ يا جراني، طلقة في البطن يا حبيبي، في البطن، كل الديدان التي أكلتها قد تقيأتها. كما كنت أقول، يعني أن الألعاب يمكن أن يتم إعدادها من جديد لكي تصبح أفضل وأفضل، ويمكن اللعب بها مرة أخرى ولكن بمنظور آخر. الآن جئنا إلى التجربة، ها هي أنجلينا يا أصدقاء، حتى الآن لم يتغير شيء مثل الجزء الأول، يعني مثل الإصدار القديم، فقط تسقط. حسنا، لم يتغير شيء، سوف أبحث عن الشوت جان لأنني أعرف أن جراني سوف تأتي في أي لحظة. انتظر، نذهب تحت الدرج، نستغل الوقت، نفتح تلك المسامير والبراغي، وبعد ذلك نعود ونأخذ الشوت جان الذي نجده هنا. مفتاح جميل، سوف نحتاجه لكي نفتح به قفلا في الباب. ها نحن ذا، نأخذ الشوت جان، أحتاج إلى رصاصة، أحتاج إلى رصاصة، جميل. الآن نحن لدينا التحدي، نذهب إلى الأعلى لنرى ما الذي يحصل هناك. هل تحركت أنجلينا؟ واو، رأيتم يا جماعة جراني قادمة، ياي لقد بدأت تزحف. خذ يا جراني أيتها الكلب، بس أطلق عليك. ما هذا؟ لقد أخطأت يا إلهي يا ماما، خذ واحدة أخرى، انتبه، يا لقد أخطأت، رأيتم إلى أنجلينا، أين هي؟ هاي وات، خذ، لن أخطئك هذه المرة، لكن يمكنني إغلاق عليها الباب، لكن أين أنجلينا؟ خذ رصاصة، أين أنجلينا؟ هذا يرعبني الآن، لقد اختفت يا أصدقاء، بعدما كانت تزحف حدث جليتش، أعتقد أنه هذا هو جليتش، يقولون أنها مليئة بالجليتشات بعد الإصدار الجديد، ولكن آي هي في الإصدار القديم عندما كنا نقع من مكان مرتفع لا يحدث شيء، الآن أصبح يتألم، ضعيف، ما الذي سوف نجده هنا؟ مطرقة لكي نكسر بها الخشب، جميل.
لنأخذ هذه الخشبات، نكسرها من هنا، الخشبة نضعها هنا. ها قد نجحنا، جميل. عطلنا تلك، أخذنا المفتاح. لا تنسوا لايك والاشتراك يا أصدقائي لكي تتابعوا كل جديد وكل الحلقات الجديدة. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, 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 oh. يا الله، يا عفو الله، تخرج أمامك كالشبح. إنها شبح أصلا. المهم أنا الآن في السيارة. خرج حبيبي، أغلقت عليها الباب. ما الذي فعلته؟ واو يا جماعة، أغلقت عليها الباب. مفتاح الأخير، أعتقد مفتاح الأخير، سوف أخرج. إيه، ضاقد الكود، ضاقد الكود، الكود الكود الكود، أعتقد أنه رأيته هنا، تركته في الأخير. Let's go the padlock code يا أصدقاء. حسن 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 حسنا. أوكي فتحتها، المفتاح الأحمر، فتحت اللعبة و let's go. خرجنا هذه المرة من تحديث جراني الجديد. ليس بصعب يا أصدقاء، ولكن تحديث حقا حقا يستحق التجربة. سلام، لا تنسوا لايك والاشتراك. Let's go.